نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان يقول لنا رأيه ايه في فيكتور جوميز بحكم المعرفة وبحكم المتابعة الدقيقة وعن قرب دايما. كابتن سمير مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، وبسلم على حضرتك منور الشاشة. منورك، ربنا يبارك في عمرك. بدل المشاهدين كلهم، اخبارك ايه؟ النهارده المداخله حلوه رايقه ما فيهاش. رايك ايه في الكوره دي يا كابتن سمير؟ ما فيهاش ولا الكوره بقى طلعت بره ولا بره، ولا خبطت في جسمه ولا مكبر جسمه ولا مصغر جسمه ولا اي حاجه. وحاجه تانية، ولا الشاشه الكبيره اللي انت اخترعتها 77 بوصه دي، ولا الشاشه الكبيره اللي عند حضرتك ال 77 بوصه اللي عندك. بس مش بقول لك يا كابتن سمير، صحيح والله، في انت اتفرجت على ماتش ايطاليا اول ماتش خالص لايطاليا مع تركيا ولا ما اتفرجتش؟ لا للاسف ما اتفرجتش. بس فاتك الماتش ده. الماتش ده كان فيه حاله اللي هي ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، الراجل حط ايده كده كده، ركله جزاء. قلت لهم الكابتن سمير عثمان معلمني ان ده كده مكبر ايديه، ركله جزاء مليون المية. طب وليه الفار قال له كمل يا حماده؟ ما قالوش، ما وقفوش ولا اي حاجه؟ هقول لك ليه يا كابتن. انا هقول لك ملاحظه مش عارف يعني ناس كتير لاحظوها ولا لا. ايوه، انت عارف ان اي حكم دولي بيحط بادج ايه؟ ايه؟ الفيفا، الاتحاد الدولي. ماشي، الفيفا بيحطها على صدره. انت ما لاحظتش ان مباريات اوروبا كلها الحكام مش حاطين بادج الفيفا، حاطين بادج الاتحاد الاوروبي، ودي سابقه جديده. وربنا ما خدت بالي، ما خدتش بالي عليها. تفرق في حاجه دي؟ لا، هي في تحدي كبير جدا من لجنه الحكام الاتحاد الاوروبي مع لجنه الحكام الاتحاد الدولي. طب ده معناه انه لما يشوف الفار حاجه ضرب جزاء ما يحكمهاش؟ لا 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 لا، في كل بطوله يا كابتن بيبقى في تعليمات خاصه بالبطوله دي. تعليمات خاصه بالبطوله دي، يعني هم التارجت بتاعهم مثلا، لا احنا عاوزين نقلل قوي حالات الطرد، تمام؟ فعاوزين يبقى ايه، مش ما اقول متسامحين، لا فليكسبل شويه في بعض الحالات. صلاه على النبي. انت عارف ان حاجات بتبقى في البوردر لاين، ممكن لجنه الحكام وطبقا للقانون يقول لك دي، مع على طول المحللين يقول لك ايه، اقصى حالات التهور، كلام بيبقى عربي كده تقيل شويه. ايوه، اللي هي ممكن لو اديت انذار بدعم قرار الحكم، ولو اديت طرد هي اللعبه بدعم قرار الحكم. فدي بتختلف عن اداره بطوله من اداره بطوله ثانيه. لكن هقول لك السنه الجايه هيبقى في يعني تخبط رهيب جدا في تقدير لمسه اليد، الاتحاد الدولي. احنا ناقصين تخبط يا كابتن سمير، هو احنا ناقصين تخبط؟ ما كفايه التخبط اللي عندنا، احنا ناقصين تخبط. السنه الجاي هتشوف البدع والله العظيم، شويه حاجات. والله هتلاقي في ماتش مثلا المحله كوره مثلا حسبت ركله جزاء، تمام؟ وفي ماتش الاسماعيلي بعدها هي الكوره شبهها ما فيهاش ركله جزاء. ده الكلام ده السنه الجايه؟ السنه الجايه يعني، مع اننا احنا مجربينه من السنه دي عادي يعني. لا ده لسه اللي جاي يتقل. يعني لو انت فاكر ان احنا لسه احنا مجربينه يا كابتن من السنه دي، الحمد لله. شوف حاجه غريبه يعني، الدنيا حلوه زي الفل. والله فيكتور جوميز اخباره ايه؟ معانا ولا علينا؟ راجل من الناس الكويسه اللي هيدي للناس كلها حقها، ولا من الناس اللي بتقفل المباريات بطريقه معينه كده فيها خبره؟ انا فيكتور جوميز بالنسبه لي حكم اتمنى يلعب لكل مباريات مصر، سواء للانديه او المنتخبات خارج الارض. والله اشمعنى؟ ليه؟ واحد جريء، محترم، بيخاف وبيحب اسمه، بس اناني على اسمه. والله فاكر انا لما قلت كلمه اناني على اسمه؟ ايوه، برافو عليك، ده الناس كلها اخذتها وتابعتها. لا وانا بعيدها تاني، الحكم لازم في ال 90 دقيقه يبقى اناني، يحب اسمه بس. ما لو بيحب اسمه هيبقى مخلص، هيبقى مخلص. برافو عليك. بعد الماتش خلاص بقى يعني يحب الناس كلها. صح، فيكتور جوميز من الحكام الفاهمه تطبيق القانون كويس جدا، هادي، مش بيتعصب. انا متاكد ان فريق الترجي، مع احترامي طبعا لكل الفرق، مش مبسوط ان فيكتور جوميز يجي له في ماتش الذهاب. ده تصريح يعني جامد ده، الترجي مش مبسوط انه جالهم فيكتور جوميز. هو ليه كان بقى؟ يتمنى ان يجي له في ماتش العوده. حضرتك هو واحد من الناس اللي بيحافظ على الفريق. ايوه، هيبقى عايز حكم، عايز حكم من اللي بيميلوا شويه لما يبقى فيه جمهور. برافو عليه. برافو عليه. يعني احنا في بعض المباريات يعني زمان كنا بتلعب بره ارضك، انت مستني ركله جزاء تتحسب عليك انت. ايوه لا، ده حكم من الحكام المحترمين. الجمهور المصري سواء الاهلي او الزمالك بيبقى مطمن. خلي بالك كلمه مطمن دي مهمه جدا. حلو. اللي بيبقى مطمن اكتر. لا هو تصريح قوي، تصريح قوي اللي حضرتك بتقوله ده. بيبقى الاجهزه الفنيه واللعيبه مطمنين ان واحد زي ده يلعب خارج الارض هيحميك، مش هيجاملك ولا هيجي عليك. طيب كروته، انذاراته، كروته الصفراء والحمراء ايه؟ لا على حسب الحاله اللي بتجيله. يعني واحد مش مفرط في استخدام القانون، بعيد لك
مش مفرط بيستخدم القانون، هو بيعرف يستخدم القانون عشان هو فاهم قانون كرة القدم. اتمنى ان شاء الله باذن الله وبكره يعمل الماتش كويس، والتوفيق يبقى معاه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن سمير انا بشكر. طب انا هقول لك حاجه، لا هقول لك معلومه كده صغيره بعد كده بقى اسيبك لل لا قول البرنامج بتاعك. قول، ده انت حبيبي. فيكتور جوميز. فيكتور جوميز ما شاء الله. يعني ما شاء الله عنده طياره خاصه. عنده يا كابتن. يلا سلام يا هيما. عنده يا كابتن. يلا بس خد كمل بقى البرنامج بتاعك. بس يا كابتن سمير ده انا سيب البرنامج كله. عنده يا كابتن طياره خاصه. والله مقرش يعني، عايز تقول انه مقرش. يعني انت ممكن يكون عندك عربيه مثلا خاصه بس. لا باجر، انا باجر ما عنديش. هو عنده طياره بتاعته ما شاء الله، يعني ربنا يبارك له يعني. بس عليه. طب ده معناه ان الدنيا تبقى حلوه، فالراجل هيبقى يعني عينه مليان. عينه مليان. هو رجل اعمال اصلا ولا ده ظابط؟ رجل اعمال صح؟ لا ما فيش ظابط هيجي الطياره. لا ده رجل اعمال. رجل اعمال. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. بشكرك شكرا. طمنتك يا كابتن. سعيد جدا معاك والله. حبيبي يا كابتن سمير. حبيبي انت في الحته الشمال هنا. ربنا يخليك. بقول لك مين هنا موجود عشان ننظره مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. شكرا جدا يا كابتن.